هي الفيلم أنا بديت أصوره بشهر 7 2023، خلصت مونتاج بأواخر 9 بداية الحرب، فما صار لي أروح ولا على محل، ما قدرتش طبعا بسبب الوضع في غزة. بس إسا بعد مرور سنة بديت أطلع للفيلم، أول مهرجان بحضره هون في أجيال، والمهرجان القادم راح يكون في قرطاج إن شاء الله. هي جواب على كل الملاحقات اللي أنا واجهتها بعد ما عملت فيلم جنين جنين، اللي لاحقوني عليه وطاردوني وهددوني وجرجروني بالمحاكم، وبالآخر انحكمت بمبلغ طائل وزورا وبهتانا، يعني ما فيش عندن أي إثبات غير أنه تجني. للتاريخ عشان أورجي الأجيال القادمة اللي حصل لأهل مخيم جنين بال 2002، ونفس الشيء اللي حصل، السيناريو نفسه أعاد نفسه بال 2023، وما زال بيعيد نفسه. اليوم اقتحموا جنين، اليوم